الآن نريد أن نعلن عن تأسيسها ثم نمضي في المؤتمر الذي يليه حقيقة عن تأسيسها بشكل تنظيمي كامل. هدف الجبهة الحقيقة إيجاد هذا البديل الوطني وإنهاء كل الوجودات الأجنبية والقضاء على الاحتلال. يعني تطرحون أنفسكم أنكم البديل الوطني؟ ليس الحكومي ولا البديل السياسي. الوطني البديل الوطني القائم على ثلاث ركائز أساسية عزيزي، ثلاث ركائز أساسية يتشكل من ثلاث: القوى الوطنية الحقيقية بغض النظر عن خلفيتها الفكرية ما لم تكن مجرمة أو متطرفة، والثاني الحقيقة ثوار تشرين الحقيقيين، ومرة أخرى أقول لك من خلالك وخلال الإعلام ليه يجون دولة ما كل ينقزون ويشتغلون ويا الميليشيات ويا غير جهات، وبس عم طلعي ثائر وناشط، دولة كلهم معروفين، دولة ما يمثلون تشرين. ثوار تشرين قسم منهم خارج العراق في المنفى، وقسم منهم في أربيل، وقسم منهم في إسطنبول، وقسم منهم في داخل العراق يأنون، يأنون ليس خوفا، يأنون يشتاقون لتلك اللحظة اللي يجي بها المشروع اللي ممكن يوجد لهم مظلة سياسية تحميهم من اتهامات البعث والإرهاب وما شابه ذلك. تعرف جاهزة التهم على الثوار وتخلصهم الحقيقة من ضحالة الضياع السياسي. طيب تمام، هذا التوصيف جميل، لكن هذا المشروع متى سينزل على الأرض؟ يعني ينطلق من خانة البيانات ليكون حقيقة ماثلة أنه ابن الداخل يتعامل به والقوى ترتبك منه، هذه حقائق يجب أن نعرفها. القوى مرتبكة منه. إحنا الحقيقة في الشهر القادم سوف يكون هنالك حضور لنخب وكفاءات عراقية، الجبهة جبهة شخصيات وكفاءات، وليش شخصية جبهة أحزاب بالمناسبة، أي حزب محظور أن يدخل في هذه الجبهة، يعني للبعض يعتبر حزب البعث بس حزب الشيوعي إلى آخره، لأنه إحنا تعاملنا ويا الأحزاب، الأحزاب في فكرها الحقيقة السلطة، يعني تيار جبهة تجمع القوى الوطنية والشخصيات الوطنية والكفاءات، هذا هو أصلها بغض النظر عن الخلفية الفكرية والعرقية والطائفية. أدواتها بالعمل يا أستاذ أحمد، أدواتها بسيطة جدا على المستوى في المنفى، سوف تسعى الحقيقة إلى الاستمرار بنزع الشرعية عن هذا النظام القائم، وأدواتها في الداخل الحقيقة التحشيد الشعبي لغرض أن يكون التحول في العراق سلمي. هذا التحول السلمي الحقيقة سوف يكون بعد أن يصل العالم إلى قناعة أنه الأوضاع في العراق سوف تشكل مسألتين أساسية: الأولى القلق اللي قلق والرعب اللي عاش العالم من داعش اللي أنتجتها الظروف السياسية البائسة في العراق عام 2014، وأنه في العراق الحقيقة أكو شعب ظلم مرات متعددة لأسباب للأسف أقربهم طعنك من أخوتك العرب وما شابه ذلك، وهذا لا يستحقه الشعب العراقي، ويجب أن يكون للشعب العراقي تمثيل حقيقي ليستطيع الدفاع عنه وعن مصالحه. طيب هذا هو البرنامج. هسه احنا في المؤتمر القادم كيف راح نرتب امورنا؟ احنا فلوس ما عندنا، احنا دعينا الاخوان قلنا لهم يحب يشارك بشخص يغطي نفقاته، وهذا يمكن اول عمل سياسي في تاريخ العراق الحقيقه يكون ذاتي، ما يريد ان تدعم اي جهه، كثير من الجهات الحقيقه حتى داخليه وحكوميه عرضت اموال، احنا ضد هذا زيان. ولذلك سوف ترى في الايام القادمه شيئا لا اقول انه سوف يمثل يعني شيئا تحولا اساسيا، ولكن على الاقل لها يضع خارطه طريق واضحه المعالم تستطيع طيب استاذ احمد تخلص العراق. نعم.